السكشن ده مهم عندي جدا قوي. ده ساجيتال سكشن اتاخد في بني ادم على الرايت سايد اوف ذا ابدومين، باين عندي ده انتيرو ابدومينال وول، وهنا ورا ده بوستيرو ابدومينال وول، وهنا فوق الروف اوف ذا ابدومين اللي هو عباره عن الدايفراجم، وتحت الفلور اوف ذا ابدومين اللي هو ايه البلفس، وادي البارايتال بريتونيه، ما هو لايننج الابدومينال كافيتي او لايننج كل الوولز، مكون لي ادي كل الحته دي كلها، ده اللي هو ايه الجريتر ساك. يعني البريتونيوم ده الطبقه الثانيه دي، اللي هي الطبقه دي اللي هو اللي فوق ده، اللي هو اللي تحت ده، ده اللي بيسموه الجريتر ساك. هنا في كافيتي من البريتونيوم بقت تحت الاستومك اهي، وادي في المنطقه دي كده، ده اللي بنسميها الليسر ساك، يبقى ده الجريتر ساك وهنا الليسر ساك. عشان اثبت ان البريتونيوم ده كلوزد سيروس ساك، يبقى انا لو ابتديت من منطقه ولفيت في البريتونيال كافيتي ورجعت لنفس المنطقه، يبقى دي الساك دي عباره عن كلوزد سيروس ساك. فده اللي هيحصل دلوقتي، انا هبتدي من هنا، خد بالك معايا، هبتدي من هنا، ده البريتونيوم اللي عامل لايننج الانتيرو ابدومينال وول، وهلف على البريتونيوم اشوفه اتصرف ازاي في الابدومين، وهرجع هبص الاقي نفسي رجعت النقطه دي، يبقى ده عباره عن كلوز سيروس ساك. فادي البريتونيوم لايننج الانتيرو ابدومينال وول اهو زي ما حضراتكم شايفين، هيجي بعد كده يعمل لايننج للدافراج، ما هو عمل لايننج للدافراج وجه انعكس من الدافراج على الليفر، ده الليفر الكبد، يرجع هنا اهو يعمل فولد على البوستيرور سيرفيس اوف ذا ليفر، السيرفيس ده بتاع الليفر ده اسمه البوستيرور سيرفيس اوف ذا ليفر، فعمل فولد، ده اسمه ابر لاير اوف رايت كروناري ليجمنت، ده ابر لاير اوف ذا رايت كروناري. بعد كده البريتونيوم غطى السوبيرور سيرفيس اوف ذا ليفر، ادي هنا غطى السوبيرور سيرفيس اوف ذا جزء من البوستيرور سيرفيس الاول، وبعدين غطى السوبيرور سيرفيس اوف ذا ليفر، وبعدين غطى الانتيرور سيرفيس اوف ذا ليفر اهو، وبعدين انعكس على الانفيرو سيرفيس اوف ذا ليفر، وبعدين وصل تاني لحد البوستيرو سيرفيس اوف ذا ليفر، غطى حته صغيره، وبعد كده نزل لي على البوستيرو ابدومينال وول، ساب لي حته من الليفر اهي على البوستيرو سيرفيس اوف ذا ليفر، الحته اللي اتسابت دي اللي احنا بنسميها البير اريا اوف ذا ليفر، كلمه بير يعني مش متغطي بالبروتونيوم، ده البير اريا اوف ذا ليفر. يبقى ادي، يبقى الجزء ده اسمه ابر ليفر اوف رايت كورونري ليجامنت، وده لور لير اوف رايت كورونري ليجامنت، وده البير اريا اوف ذا ليفر. جه الليفر ده فيه هنا فيه هنا بورتا هيباتس، اللي هو مدخل ما بيخش الفيسلز والنيرفز في الليفر، فنزل تو لايرز او فولد من البريتونيوم من البورتا هيباتس اهو، ادي فولد وادي فولد، الفولد دي اسمها ليسر اومنتوم، ده ليسر اومنتوم. جات لي الاستومك، ده الابر بوردر بتاع الاستومك اللي هو الليسر كيرفتشر، وده اللور بوردر بتاع الاستومك ده الجريتر كيرفتشر، وراح البريتونيوم راح التو لايرز بتوع الليسر اومنتوم انفصلوا، واحد غطى الانتيرو سيرفيس بتاع الاستومك، واحد غطى البوستيرو سيرفيس بتاع الاستومك، راحوا عاملين الانتيرو تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتوم، يبقى ده انتيرو تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتوم. الانتيرو تو لاير اوف ذا جريتر اومنتوم انعكس تاني وعمل لي بوستيرو تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتوم، البوستيرو تو لايرز اوف ذا جريتر اومنتوم اهو، راحوا ماشيين ماشيين ماشيين، وصلوا ادي البوستيرو تو لايرز، وصلوا لحد البنكرياس، عند الانتيرو بوردر بتاع البنكرياس الانتيرو تو لاير والبوستيرو تو لاير اوف ذا جريتر اومنتوم انقسم، طلع لي لاير طبقه راحت مغطيه البنكرياس وغطت الاستراكشر اللي على البوستيرور ابدومينال وول اللي مشتركه في تكوين الاستومك بيد، غطت الاستراكشر على البوستيرور ابدومينال وول اللي مكونه الاستومك بيد. بعد كده بريتونيوم راح راجع مغطي هنا فولد بتاع البريتونيوم الثاني اهي، راحت راجعه مغطيه ترانسفيرز كولون هنا، وراحت عامله ترانسفيرز ميزو كولون، عملت ايه؟ ترانسفيرز ايه؟ ميزو كولون، ترانسفيرز ميزو كولون، راح راجع مغطي الثيرد بارت اوف ذا ديودينم هنا، راح مغطي الثيرد بارت اوف ذا ديودينم، وراح راجع من الديودينم هنا كده وعمل فولد اهي، اهو البريتونيوم رجع من عند الديودينم، راح عامل فولد اهو، وراح محوط حوالين السمول انتستين، الفولد دي اللي حوطت حوالين السمول انتستين ورجعت تانية كده،
دي اللي انا بديها الاسم اللي اسمها ميزنتري. بقى كل ده كله عباره عن ايه؟ الميزنتري. البريتونيوم راح راجع مغطي من هنا، غطى البوستيرو ابدومينال وول، اهو غطى البوستيرو ابدومينال وول، وانعكس هنا على البلفس، اهو بطن البلفس كده كده، اهو غطى الاستراكشرز في البلفس، ده هيتاخد بالتفصيل في البلفس. وبعدين البريتونيوم راح مغطي الاستراكشر اللي في البلفس اللي هو اليورينال بلادر، وراح راجع مبطن الانتيرو ابدومينال وول، ورجع للنقطه اللي انا ابتديت فيها. يبقى ما دام رجعت لنفس النقطه يبقى ده عباره عن كلوز سيروس ساك. وبعدين هنا بقى عندي ده جريتر اومنتم، وهنا عباره عن ايه؟ لسه جريتر ساك، وهنا ده اسمه ايه؟ لسر ساك. انا عايز نبص هنا في حاجه، طبعا الاقي هنا في تو لايرز اوف بريتونيوم اهم، وهنا 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 تو لايرز اوف بريتونيوم دي، وهنا تو لايرز اوف بريتونيوم دي. التو لايرز بتاع البريتونيوم دي كلها على بعضها، اللايرز دي كلها، دي اسمها ابر لاير اوف رايت كورونال ليجمنت، دي اسمها لور لاير اوف رايت كورونال ليجمنت، وده اللي اسمه ليسر اومنتم، وده انتيرو تو لاير اوف ذا جريتر اومنتم، بوستيرو تو لاير اوف ذا جريتر اومنتم، ده ترانسفيرز ميزو كولون، ده ميزنتري. كل دولت بنقول عليهم فولدز اوف بريتونيوم، يعني الليسر اومنتم، الجريتر اومنتم، الميزنتري، كل دولت بنسميهم فولدز اوف بريتونيوم. الفولدز بتاعت البريتونيوم ليها اسامي، ساعات اسميها اومنتم اهي، ساعات اسميها ميزنتري، ساعات اسميها ميزو كولون، ساعات اسميها فوق هنا زي دي ليجامنتس، هنا ليجامنت وهنا ايه ليجامنت. كل دول بنسميهم فولدز اوف بريتونيوم، ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل بعد كده في السلايدز اللي بعد كده، هنتكلم على الامبورتانت فولدز اوف بريتونيوم.